السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد متابعينا الأعزاء، متابعي قناة الإسكولة التعليمية، النهاردة إن شاء الله تعالى هنحل مع بعض الاختبار التجريبي الخاص بمديول الإنترنت باللغة الإنجليزية. تعالوا مع بعض نبدأ كده. السؤال الأولاني بيقول Which one of the following is true about World Wide Web؟ أي من التالي صحيح عن الشبكة العالمية العنكبوتية؟ طبعا احنا عارفين ان الانترنت هو عبارة عن شبكة بين اجهزة الكمبيوتر حول العالم ومتاحة للعامة. هذه الاجهزة محمل عليها مستندات وملفات مرتبطة ايضا مع بعضها، هي اللي بتمثل الورلد وايد ويب. فالاجابة بتاعتنا هتبقى الاجابة الاولى It's a fast selection of documents، يعني كم كبير من المستندات المحملة على different computers on the internet، على كمبيوترات مختلفة على الانترنت. السؤال اللي بعده مديني موقع URL بتاعه، URL يعني العنوان http://www.homedecor.com، وبيقول لي which one of the following، اي واحد في التالي is the domain name، اسم النطاق. طبعا الدومين نيم اللي هو اسم النطاق هو اللي بعد علامه بعد كلمه www اللي هو homedecor.com. ساعات بيجي نفس السؤال كده وبدل ما يقول لك مين في دول الدومين نيم يقول لك مين في دول البروتوكول. طبعا في هذه الحاله البروتوكول هو HTTP اللي هي اختصار هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، لكن في هذا السؤال بيسالني على اسم النطاق يبقى homedecor.com. بيتكلم على الديجيتال ميديا فايلز، which one of the following، اي واحد من التالي refers to a digital media file، بتشير الى الملفات الوسائط الرقميه that is downloaded from the internet for playback، اللي بتحملها من على الانترنت عشان تبقى تشغلها بعدين على وسيط تشغيل محمول او حتى على البيرسونال كمبيوترز اللي هي الكمبيوترات الشخصيه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان ملفات الأوديو والفيديو الموجودة على الإنترنت يطلق عليها لفظ بودكاست، وكلمة ميديا فايل ملفات الوسائط، كلمة وسائط الوسائط دي هي عبارة عن ملفات الأوديو والفيديو. إذن لو قال لي ملفات أوديو أو ملفات فيديو أو حتى قال لي كلمة ميديا، طبعا ده معناها بودكاست. امتى اعرف ان الموقع امن؟ يعني انا داخل على موقع عشان احط الكريدت كارد ديتيلز فيه، في استماره احط فيها الكريدت كارد ديتيلز، لو اتلاقيت الموقع بدايته مكتوب فيها في اليو ار ال بتاعه في العنوان بتاعه مكتوب HTTP، فاذا هذا الموقع ليس به كميه امان كافيه، ولكن لابد ان يكون فيه HTTPS. حرف الاس يدل على سيكيور ويب سايت، على موقع امن، وممكن كمان رمز اخر يدل على ان هذا الموقع امن وهو رمز القفل، يعني لو حرف الاس وبيكون في الجنب كده في الشريط فوق بتلاقي رمز القفل، ده يدل على ان هذا الموقع امن. Which one of the following assures the integrity of the data in transmission؟ يعني ايه دول بيضمن سلامة البيانات اثناء النقل؟ طبعا هو بيتكلم على البيانات اللي انت هتبعتها في فورم مثلا على احد المواقع، يعني زي مثلا بنقول دايما الكريدت كارد ديتيلز. انا لو دخلت على موقع ومرضاش يدخلني البراوزر بتاعي عشان هذا الموقع لا يمتلك ديجيتال سيرتيفيكيت، اوعى تدخل تفاصيل بطاقه الائتمان. اذا مين اللي يضمنك ان نقل البيانات هيكون بامان؟ لما يكون في ديجيتال سيرتيفيكيت اللي هي الشهاده الرقميه. Which one of the following refers to the process of transforming information using an algorithm to prevent unauthorized access؟ أي من التالي يشير إلى عملية تحويل المعلومات باستخدام الخوارزميات حتى يتم منع من دخول الغير مرخص لهم أو غير المصرح لهم. طبعا هنا بنتكلم على التشفير encryption اللي هو التشفير، اللي هي عملية تحويل الرسائل إلى شفرة، إلى رموز غير مفهومة. فإذا ما حدث وإن أحد اخترق الإيميل بتاعي اللي دائما مش آمن، حتى لو اخترق مش هيعرف يفسر الرسالة لأنه مش معاه مفتاح فك الشفرة. في السؤال رقم 7 بيتكلم على إيه اللي بيساعدك عن طريق إنه بيراقب الشبكة
بيراقب الشبكة وحركة المرور الواردة ليها، وبيسمح فقط للناس المصرح لهم ان هم يخشوا، اما الغير مصرح لهم فبيمنعهم. طبعا ده الفاير وول، والفاير وول ده اللي هو جدار الحماية. جدار الحماية ده اما بيكون برنامج او بيكون جهاز مهمته زي ما قلنا هي مراقبة حركة المرور الوردة الى الشبكة، ويسمح في هذه الحالة للمصرح لهم ويمنع الهجمات الخارجية والغير مرخص لهم ان هم يخشوا على الشبكة بتاعتي. اي من التالي بيكون ريسك، خطر؟ لما بكون اونلاين اكتيفيتي، يعني لو انا نشط على الاونلاين انا معرض لخطر، معرض لخطر ان من الممكن اني اكشف بطريقة غير مقصودة عن معلوماتي الشخصية، معرض لخطر النصب والخداع والاحتيال، والى جانب البرامج الخبيثة والبرامج الضارة. فهنا قال لك الكشف غير المقصود of personal information، يعني على معلوماتك الشخصية، ممكن عن طريق الخطأ تقول اي معلومة شخصية ممكن تضرك قدام. افضل وصف لبرنتر كنترول اوبشنز اللي هو خيار الرقابة الأبوية. خيار الرقابة الأبوية ده بيستخدم عشان أعمل تقييد لاستخدام الكمبيوتر، عشان أضمن إن الشيلدرن الأولاد only use it، بيستخدموه فقط إمتى؟ في الوقت المحدد. برامج الرقابة الأبوية مهمتها إنها بتسمح لك إنك تراقب أولادك أو الطلاب عندك أو حتى الموظفين أولادك أو هم بيعملوا إيه، أو إنك تحط فيها لينكات للمواقع التي تحتوي على المحتويات الغير لائقة فيتم المنع إن هم يخشوا عليها. كمان بتستخدم زي النقطة اللي موجودة عندي قدامي دي لتقييد استخدام الكمبيوتر إلا في الأوقات المحددة. مش معنى إن أنا مش موجود في البيت إن الأولاد يفتحوا جهاز الكمبيوتر طول اليوم، لا، ليهم وقت محدد، غير هذا الوقت لن يتم السماح لهم بفتح الجهاز. دخلنا في الأسئلة العملي. في السؤال رقم 10 عايزني فقط أروح للموقع ده، مديني موقع وعايزني أخش عليه. أنا ممكن أمسحه كله عادي خالص وأبدأ كتابة من أول www. وبعدين هكتب homedecor.com. بعدما انتهيت من الكتابة هدوس على زرار انتر عشان يجيب لي الموقع اللي أنا عايز أنتقل إليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وينتهي السؤال. سؤال بسيط طبعا ما فيهوش أي حاجة. في السؤال رقم 11 بيقول set the web page www.homedecor.com as the home page of your web browser، يعني انا عايز اجعل الموقع اللي قدامك ده اللي انا واقف عليه فعليا، عايز اجعله هو الصفحة الرئيسية لهذا المستعرض، البرنامج ده اجعل دي الصفحة الرئيسية. خطواتي كالتالي، هخش على tools اللي هي أدوات، هختار منها إنترنت أوبشنز وهي معناها خيارات الإنترنت. لما هدوس عليها في جزئية خاصة بالهوم بيج، هنا عندي هنا في موقع مكتوب، أنا عايز الموقع ده يبقى هو اللي مكتوب، ممكن أكتبه بإيدي بس هياخد منك وقت. الأفضل إنك تدوس على يوز كارنت ومعناها استخدم الحالية. أول ما بتدوس عليها بتلاحظ أن الموقع اللي كان موجود عندي في الشريط فوق اتكتب تحت في المربع الخاص بالهوم بيج، اقول له اوكي. السؤال رقم 12 بيقول لي ريفرش يعني اعد تنشيط، عايزك تعيد تنشيط الورقه اللي انت الصفحه اللي انت واقف عليها دي. كل اللي هعمله من هذا الرمز الخاص بريلود او ريفرش، ادوس عليه ضغطه واحده ولاحظ الشريط الاخضر اللي تحت ان بيعيد تحميل الصفحه من جديد. F5 وكليك يمين مش هيشتغلوا في السؤال ده في الامتحان، خليك من الرمز اللي فوق ده اللي هو السهم اللي فوق ده. السؤال رقم 13 open ذا لينك، افتح اللينك اللي اسمه كذا، اسماء طبعا بتتغير من نموذج لاخر، انا عايز افتح اللينك ده بس طلب مني ان افتحه ان نيو ويندو، في نافذه جديده. عشان افتحه في نافذه جديده انا هدوس كليك يمين عليه، هتظهر قائمه مختصره هقول له اوبن ان نيو ويندو، فيفتح في النافذه الجديده زي ما احنا شايفين. طالب مني في السؤال ان اعمل له غلق اند كلوز ات، مفيش هنا علامه اكس عشان تقفل منها او حتى متاح لك انك تخش من فايل، لكن هو مديك هنا مربع حواري بيقول لك دوس على اوك عشان ايه؟ تقفل نافذه المستعرض. اذا لغلق النافذه ادوس على اوكي.
في السؤال رقم 14 عايزني أروح للبراوزرز هوم بيج. خلي بالك لأن من المحتمل أن يجي سؤال آخر يقول لك go to the web page home page يعني ويب سايت هوم بيج، انتقل للصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع. تفرق. السؤال اللي قدامنا ده بيقول انتقل للصفحة الرئيسية الخاصة بالبرنامج بالمستعرض. لو كان بيقول لك انتقل للصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع اللي قدامك كنا دوسنا على هوم اللي في قلب الصفحة، لكن السؤال بيقول لك الصفحة الرئيسية الخاصة بايه؟ بالبراوزرز. عندك هنا رمز بيت اسمه هوم، الرمز اللي فوق ده هضغط عليه ضغطة فيوديني للصفحة الرئيسية الخاصة بالمستعرض. في السؤال رقم 15 بيقول لي حدد الموقع ده، وقام مديني موقع from the previous visited web pages من المواقع اللي زرتها مسبقا، وكمان قال لي in the address bar في شريط العناوين. in address bar في شريط العناوين يعني مش عايزك تقعد تستخدم لي باك لغايه ما ترجع له، لا الكلام ده ما ينفعش في الامتحان. انا هدوس على السهم ده هتلاقي مجموعه من المواقع اللي تم زيارتها قبل كده. هو مديني موقع اهو موجود اهو، هدوس عليه ضغطه واحده فينتهي السؤال. يبقى ده عايزني فقط انتقل للموقع اللي زرناه قبل كده باستخدام شريط العناوين. السؤال اللي بعده عايزني اضيف الموقع ده انا واقف عليه فعلا، add the web page as a bookmark. كلمه bookmark يعني اشاره مرجعيه، بوك مارك اشاره مرجعيه بتساوي فافورتس اللي هي المفضله. فانا هروح ادوس على فافورتس وهختار اضافه للمفضله، فيظهر هذا المربع الحواري. لم يطلب مني في السؤال ان اغير اسمه او حتى ان اعينه في مكان معين، هو طلب مني نضيفه بس، حتى بيقول لي add the default location في المكان الافتراضي يعني ما تغيرش حاجه، فهقول له إضافة وينتهي السؤال. كان من الممكن أنك تحله من رمز النجمة لو دست عليها، ما هي برضو معناها favorites، وأقول له add وينتهي السؤال. أي طريقة من الاثنين، الطريقتين صح، حل بأي طريقة منهم. السؤال ده هو سؤال كتابة في الموقع اللي قدامك ده أنا واقف فيه فعليا. Enter the following data، ادخل التفاصيل التالية أو البيانات التالية، وقام مديني مجموعة من البيانات هيتم كتابتها في هذه الخانات. تعال نكتبها كده مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين انتهينا من كتابة كل البيانات اللي مدهاني في خانة النيم والتليفون نمبر والإيميل، كله كتبناه أهو هنا. لكن في تحذير تحت بيقول لك لما تخلص ملء للاستمارة سيبها مفتوحة، يعني مش عايزك تدوس على كلمة submit اللي معناها تقديم. يعني أنا سيب السؤال زي ما هو وسلم السؤال بالشكل ده، وهيجي لك السؤال اللي وراه غالبا بيقول لك اعمل submit للdisplay form، الفورم اللي قدامك دي أنا عايزك تعمل لها تقديم أو تسليم، هدوس عليها فينتهي السؤال. في السؤال رقم 19 set your browser، خلي المتصفح بتاعك يسمح بالبوب ابس، بنوافذ الاعلانيه زي ما بيسموها او النوافذ المنبثقه. انا عايز اسمح بالنوافذ، عشان اسمح بالنوافذ هخش من تولز اختار منها انترنت اوبشنز، ومن مربع الخاص بانترنت اوبشنز هختار منها برايفسي الخصوصيه. هجد هنا ان متفعله تشغيل مانع الاعلانات، متفعل اهو تيرن اون بوب اب بلوكر، انا هشيل علامه الصح من عليها، فانا كده قفلت مانع الاعلانات يعني سمحت بالاعلانات. اقول له اوكي فينتهي السؤال. السؤال رقم 20 والسؤال رقم 21 الاثنين بيتحلوا من مكان واحد رغم اختلاف المعنى السؤالين. السؤال رقم 20 بيقول لي delete او clear the explorer's browsing history، يعني انا عايز احذف سجل المحفوظات يعني المواقع اللي انت زرتها قبل كده انا عايز احذفها. اما السؤال الثاني اللي وراه اللي بنحله معاه في نفس الوقت اهو بيقول لي انا عايزك تحذف الملفات المؤقته، ملفات الانترنت المؤقته. رغم اختلاف السؤال معنى السؤالين ولكن الاثنين بيتحلوا من مكان واحد. تعال نحل الاولاني كده مع بعض. هخش على تولز هتلاقي اول واحده فيهم ده هياها نفس السؤال ديليت براوزنج هيستوري، هختارها فيظهر مربع حواري ادي براوزنج هيستوري واقول له ديليت.
فينتهي السؤال. لو انتقلنا للسؤال اللي بعده اللي بيقول لي احذف الملفات المؤقتة برضو من Tools Delete Browsing History، هيظهر نفس المربع لكن المرة دي انا عايز احذف ملفات الانترنت المؤقتة، فهعلم عليها واقول له Delete فيتحذف هي كمان من البرنامج. السؤال رقم 22 ودايما في الامتحان بيجي وراء 23 غالبا. Use a search option، استخدم خيار البحث in your web browser في متصفح الانترنت الخاص بك. To find information on، عشان توجب معلومات عنه ويديني كلمة. حضرتك شايف علامة العدسة دي اللي في السهم الخاص بالادريس بار، لو دسنا عليها هيظهر المواقع وتحت خالص علامة سيرش اخرى. لو ضغطت عليها ضغطة هيجيلي سيرش انجن، محرك بحث. هقف في الخانة الخاصة بكتابة الاسم وهكتب الاسم اللي او الكلمة اللي هو عايز يبحث عنها بالشكل ده، واضغط على زرار انتر فيجيب لي النتائج. لو جاب ما جابلكش نتائج يبقى في عندك غلطة غالبا في السبيلنج، لابد انك انت تصلحها. لو دخلنا على السؤال اللي بعده هتلاقيه بيقول لك استخدم البحث المتقدم using the advanced search، استخدم ميزة البحث المتقدم في عشان تبحث في النتائج، وعايزك تحسن النتائج باستخدام العبارة كذا. حضرتك مش لازم في الامتحان يجي يقول لي استخدم البحث المتقدم، غالبا الوقت ما عادش بيقولها، بقى بيقول لك قم بتحسين النتائج بس. فكل اللي هنعمله ان هدوس على Advanced Search وهاجب جزئية Phrase اللي هي العبارة، ما هو هنا قال لي ابحث بالعبارة، وهبدأ اكتب الكلمة اللي هو قال لي عليها. زي ما حضراتكم شايفين كتبنا الكلمة، أقوم دايس بعدها على Advanced Search ولا بد أيضا أن يأتي بنتائج كإجابة لهذا السؤال. السؤال رقم 24. In the following URL، في العنوان التالي، وأم الدين عنوان أنا واقف عليه فعلا تأكدت منه. Save the web page، أحفظ هذه الصفحة as وأم الدين اسمها، بس عايزك تلاحظ أن الامتداد بتاعها .txt. In the document litmus، ده المكان المجلد اللي عايز نعينه فيه. طبعا هروح أقول له file save as، فيجي لي المربع الحواري الخاص بالحفظ، المربع المعتاد اللي كلنا عارفينه. تأكدت بعناية أن أنا واقف في المكان المطلوب وهبدأ هنا أكتب الاسم. بعض الناس طبعا معتادة في حياتها الشخصية انها عشان تغير الامتداد تخليه تكست بتفتح السهم ده وتختار منه تكست، لكن زي ما احنا شايفين في الامتحان مش مديني امتدادات، فلو سمحت في هذا السؤال لابد انك تكتب الامتداد يدويا .txt، او بيجي ساعات في الامتحان .pdf، يجي زي ما يكون. ايا كان الامتداد لابد في هذا السؤال ان اكتبه يدويا بالشكل ده، وطبعا ينتهي السؤال بضغطة سيف فهو كده بيبدأ يحفظ الملف. في السؤال رقم 25 بيقول Enter the URL، يعني اذهب إلى العنوان وأمد دي لعنوان موقع، and copy the contact name، وانسخ رقم المتصل، and the email address، وعنوان البريد الإلكتروني، into the open file، في الملف المفتوح اللي اسمه newcontact.docx، يبقى هو مفتوح تحته. لكن أول حاجة لابد انك تلاحظها ان الموقع اللي انت واقف عليه مش مكتمل، انا لسه لازم اكتب /branches.esbx، لكن افضل من انك تكتبها، وان كانت الكتابة شيء صحيح، انك ممكن تضغط على كلمة branches اللي موجودة هنا اللي هي فروعنا، فلما اضغط عليها هيروح لي للصفحة فعلا ويكتب لي كل الايه اللينك الخاص باليو ار ال. عايز انسخ انا بقى الرقم بتاع الكونتاكت نو، قمت رايح مزلله بالماوس وقمت عامل كليك يمين ومختار قبل، ومن الممكن لو ما اشتغلتش معاك انك تدوس على كنترول سي، الطريقة دي او الطريقة دي الاتنين شغالين. ثم هذهب الى الملف الوورد المفتوح في الاسفل، اضغط عليه ضغط شمال، وبعدين هقف قدام كونتاكت نو في المكان المطلوب واقول له بيست. اتلزق الكونتاكت نو، هروح تاني بالضغط عليه من تحت على ليتمس براوزر، او حتى تعمل مينيمايز شاشة الوورد مش فارقة، وهقوم محدد الايميل ادرس عنوان البريد الالكتروني، واعمل نفس الحكاية كليك يمين كوبي او كنترول سي، وارجع تاني الملف الوورد المفتوح واقف قدام الايميل ادرس، طبعا تبقى اخد المسافة بتاعتك، واقول له بيست فينتهي السؤال.
في السؤال رقم 26 بيقول افتح اللينك الخاص بالأساس جوه الموقع homedecor.com اللي أنا واقف عليه فعلا، ودي كلمة الأساس أهو موجودة أهو، عايز نفتحها. فقمت ضاغط عليها ضغطة فقام متحملة الصفحة بتاعتها وخلاص مفتوحة قدامي. اعمل داونلود اند سيف، تحميل وحفظ للاوردر فورم فايل، للملف اللي اسمه اوردر فورم، لمحينه بعنينا اهو، از اوردر فورم دوت دي او سي اكس باسم كذا، ده اسمه اللي عايز نحفظه بيه وده المكان اللي عايز نحفظه فيه. واضح جدا كلمة داونلود ناو ومعناها تحميل الآن. دست عليها ضغطة واحدة فظهر المربع الحواري ده اللي مديني هنا اسم الفايل، هو نفس الاسم، ومديني هنا اللوكيشن المكان داونلود 2، هو نفس المكان. كل اللي هعمله ان هعمل ضغطة على الزرار سيف فينتهي السؤال بحفظ الملف. في السؤال رقم 27 وهو يعتبر سؤالين في بعض، سؤال بيقول set the page orientation of the displayed web page to portrait، يعني قم بتغيير الاتجاه الصفحة الخاصة بالصفحة المعروضة أمامك إلى portrait ومعناها رأسي أو عمودي. And the paper size وحجم الصفحة عايزها A4. حضرتك تخش على طول على فايل page setup ومعناها إعدادات الصفحة، هتلاقي فيها إجابة الجزئين. ادي جزئية بورتريت ولاندسكيب، بورتريت اللي هي معناها عمودي او رأسي، ولاندسكيب اللي معناها افقي. لاحظ شاشة المعاينة لما بدوس على بورتريت اتجاه الورقة بقى بالطول، لما بدوس على لاندسكيب بقى بالعرض. هو طلب في السؤال بورتريت يعني عمودي اخترتها، وطلب كمان ان اغير البيبر سايز ومعناها حجم الصفحة اخليها A4، فانا هاجي من السهم الخاص بالبيج سايز وافتحه واختار A4 واقول له اوكي. السؤال رقم 28 سؤال بسيط، عايزني اطبع نسخة واحدة من هذا الموقع، اتأكدت منه فهروح على فايل واقول له برينت. بيظهر المربع المعروف الخاص بالطباعة، هو طالب 1 كابي، طب ما هي مكتوبة فعلا 1، يبقى خلاص عدد النسخ مكتوبة 1، سيبها زي ما هي. اقول له بس ايه برينت فينتهي السؤال، يقول لك برينتينج يعني جاري الطباعة. أسئلة نظري أخرى خاصة بجزئية البريد الإلكتروني، بيقول لك which one of the following is true about electronic mail or email. طبعا هي كلمة electronic mail هي نفسها email، حرف الاي يمثل electronic، إلكتروني. البريد الإلكتروني حاجة صح عنه، طبعا البريد الإلكتروني إن الإيميل can be used to distribute information quickly، يستخدم، ممكن أن يستخدم لنشر المعلومات سريعا، to many people at the same time، لأشخاص عدة في نفس الوقت، يعني تقدر تبعت الرسالة لكذا شخص في وقت واحد وبسرعة برضه. السؤال اللي بعديه مديني إيميل، بيقول لي في الإيميل أدرس ده henry@homedecor.com. homedecor.com بتمثل إيه؟ طبعا زي ما قلنا، احنا قلنا اللي بعد ال www واللي بعد ال at ده بيمثل domain name اللي هو اسم النطاق. في السؤال رقم 31 بيتكلم على خدمة موجودة في الهواتف المحمولة، بيقول لك which one of the following refer to the service allowing mobile user، بتشير الى خدمة بتسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة to send and receive brief message، لارسال واستقبال رسائل موجزة تحتوي على ايه؟ على نصوص وارقام، text and numbers، طبعا short message service اللي هي اختصار SMS، اختصارها SMS طبعا عارفينها، اللي هي الرسائل القصيرة بين الهواتف الخلوية. Which one of the following is not an example of an online community؟ إيه دول ليس مثال على المجتمع الافتراضي؟ المجتمع الافتراضي هو مجموعة من الأشخاص لديهم نفس الاهتمامات، بيتقابلوا مع بعضهم عبر الإنترنت. فإذا الشات رومز، حوارات الدردشة، ده مجتمع افتراضي. المنتديات وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي، كل دول مجتمع افتراضي. لكن سكول سبورتس كلاب، النادي الرياضي المدرسي، طبعا ده عالم واقعي ليس له علاقة. وهنا طالب سؤال منفي بيقول لك نوت، فنختار سكول سبورتس كلاب. Which one of the following is not a good reason؟ ايه دول مش سبب جيد
to treat an email message from an unfamiliar address. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حد ما تعرفوش بعت لك رسالة احنا يجب ان احنا نحذفها. طب ليه بنحذفها؟ احنا بنحذفها عشان محتمل انها تكون فيروس، يكون فيها فيروس، ان محتمل ان يكون فيها لينكات وهمية، ان ممكن يؤدي ذلك الى الفقدان لمعلوماتك المالية. لكن هو انا بمسحها عشان ده بينقص في المساحة التخزينية الخاصة بالكمبيوتر بتاعي؟ طبعا لا. وهو هنا عايز الذي ليس سبب جيد، مش عايز السبب جيد، لا عايز الذي ليس سبب جيد. هو ده فعلا السبب اللي مش جيد، ان بينقص في المساحة التخزينية. طبعا ده كلام بالصحيح. في السؤال رقم 34 بيتكلم على محاولة غير قانونية للحصول على السنسيتيف انفورميشن، معلوماتك الحساسة، such as زي passwords and credit card details، زي كلمة المرور و تفاصيل بطاقة الائتمان. ده الكلام ده باستخدام الانترنت. طبعا في زي ما احنا عارفين فيشنج. فيشنج اللي هو التصيد الاحتيالي، هو نصب وخداع واحتيال باستخدام الانترنت، كل هدفه الحصول على معلوماتك المالية او معلوماتك الشخصية. معلوماتك المالية زي الكريدت كارد ديتيلز، معلوماتك الشخصية زي اليوزر نيم والباسورد، زي ما هو هنا قال لك الباسوردز اند كريدت كارد ديتيلز، فدي اللي هي فيشنج. السؤال رقم 35 بيقول لك which one of the following actions، ايه من الاجراءات التالية does not lead a computer، مش هتؤدي الى ان الكمبيوتر infected with a virus، يتصاب بفيروس. طبعا لو فتحنا ايميل من مصدر ما نعرفوش ممكن يجي لنا فيروس. لو عملنا داونلود لملف مرفق executable يعني امتداد .exe من المحتمل ان يكون فيروس. اني الغي تشغيل مضاد الفيروسات طبعا هيصيبني فيروس، لكن ان اعمل تمكين لبرنامج مضاد الفيروسات للعمل اسمح له انه يشتغل، ده ما يؤديش الى الاصابة بالفيروس. في السؤال رقم 36 نظري ايضا، النظر كتير في هذا المديول، بيقول لي which one of the following، اي واحد من التالي is an advantage، من مميزات الالكترونيك ميل سيستم، نظام البريد الالكتروني. طبعا البريد الالكتروني من اهم مميزاته هو السرعة، فإتس a quick way، هي طريقة سريعة to transmit message، لارسال الرسائل، الى جانب طبعا اللو كوست، التكلفة المنخفضة، وان انا اقدر ابعت اكثر الرسالة لاكثر من شخص، ويكون كمان فيها مرفقات بديد مع البريد الالكتروني. افضل وصف ل VOIP هي اختصار Voice Over Internet Protocol، ومعناها بروتوكول نقل الصوت عبر الانترنت. يعني انا وانت بنتكلم مع بعض على النت هاتفيا في محادثة صوتية باستخدام برامج مجانية زي برامج كتير بنستخدمها، سكايب، ماسنجر، واتساب، لاين، فايبر، ايا كان من هذه البرامج. فهنا it allows voice calls، بيسمح بالمكالمات الصوتية over the internet. في السؤال رقم 38 بيتكلم على النتورك اتيكيت. نتورك اتيكيت يعني اداب التعامل مع البريد الالكتروني، وخاصه عند ارسال الايميلات، اداب التعامل مع الشبكه عذرا، وخاصه عند ارسال الايميلات. طبعا هو هنا بيسال على حاجه ليست من اداب البريد الالكتروني، التعامل مع البريد الالكتروني، التي ليست من اداب التعامل مع البريد الالكتروني sending unsolicited email message، ارسال البريد الالكتروني الغير مرغوب فيه المزعج، اللي هو الاعلانات مثلا. تصحى من النوم تفتح الانبوكس بتاعك في البريد الالكتروني بتاعك تلاقي 50 رساله جايين لك بخصوص بيع حاجه انت مش عايز تشوفها اصلا، فده اسمه بريد الكتروني غير مرغوب فيه، وده بيبقى طبعا مش من اداب التعامل مع البريد الالكتروني. افضل وصف للديفرنس بين سي سي اند بي سي سي. طبعا زي ما احنا عارفين ان سي سي هي اختصار كربون كوبي، ومعناها نسخه كربونيه، اما بي سي سي فمعناها بلايند كربون كوبي، نسخه كربونيه عمياء. في حاله البلايند كربون كوبي، النسخه الكربونيه العمياء، بيتم اخفاء
الإيميلات الخاصة بمستقبل الرسائل. فإذا السي سي بتخفي؟ لا، السي سي بتعرض، لكن البي سي سي مالها؟ بتعمل هيدن. ممكن يقول لك هيدن، ممكن يقول لك نوت فيزابل، الاثنين معناهم واحد ومعناها مخفي او غير مرئي. اذا خانه السي سي دي بتعرض، لكن البي سي سي هي التي تعمل اخفاء للمستقبلين. السؤال رقم 40 وهو سؤال عملي وهو خاص بانشاء رساله، والسؤال ده من الاسئله اللي بتاخد وقت مع الناس في الامتحان، خلي بالك. Create a new message، انشئ رسالة بريد إلكتروني، والزميل أدرس بعنوان بريد إلكتروني، وأم اديني إيميل. And enter the following message، وأضف الرسالة التالية، وأم اديني رسالة عبارة عن 4 سطور كده لابد من كتابتها. عايزك وأنت بتكتب الرسالة تخلي بالك، هو دايس هنا 2 انتر، هنا دايس انتر واحدة. فأنا جيت عشان أنشئ الرسالة قمت دايس على Create Mail. زي ما انت شايفين قبل المربع الخاص بانشاء الرساله، ومن الممكن ايضا انك تخش تجيبها من فايل نيو ميل، اي طريقه في الاثنين، الاثنين صح، ما فيش فيهم اي مشكله. ثم وقفت في الخانه دي وهبدا اكتب الايميل، وبعد ما انتهيت من كتابه الايميل هنزل تحت عشان ابدا اكتب الرساله. هو مش مديني اي حاجه في السي سي ولا البي سي سي ولا السبجكت، لكن محتمل في الامتحان يجي لك حاجه فيهم. هبدا اكتب هنا عزيزي، وكتبت الاسم. لاحظ دايما ان الكوما والنقطة والرموز بتبقى لازقة في الكلمة، لان البعض بيخطئ وبيعمل مسافة قبلها. طبعا ده كلام خطأ. هعمل هنا 2 انتر عشان المسافة دي مش انتر واحدة، دي 2 انتر، ادي انتر واحدة كمان، وهبدأ اكمل كتابة. ومهم جدا ان نشوف وناخد بالنا من موضوع محتاج 2 انتر ولا انتر واحدة. هنا هدوس برضو 2 انتر، وقفت كده ودوست 2 انتر، وقمت كاتب ريجاردز كوما، دوست انتر واحدة المراتي بتر بان. لاحظ ان الحرف الاولاني في كل اسم لابد ان يكتب كابتل زي ما هو عامل بالظبط، حرف البي بخاصة بتر وبان نفس النظام. السؤال لم ينتهي، السؤال فيه جزئية كمان بيقول لك سند ذا مسج، انش ارسل الرسالة. حضرتك هتدوس على زرار سند فيتم ارسال الرسالة. السؤال رقم 41، Open the message with the subject line store plan، افتح الرسالة اللي عنوانها store plan الموجودة في الدرافتس، درافتس فولدر اللي هو مجلد المسودات. فروحت على المسودات لقيت فعلا الرسالة اللي اسمها store plan، فتحتها. نكمل قراية. Insert the file، ادرج الملف store plan.jpg، عايز يرفق الملف ده. Located in the folder اللي موجود في المجلد document litmus as an attachment، كمرفقات، يعني انا عايز ابعت الملف ده مع الرسالة دي. لما تخلص ابقى اعمل ايه؟ send. زي ما احنا شايفين كلمة attachment قدامي في التولز الموجودة، هدوس عليها وهبدأ اتصفح المكان اللي قال عليه اللي هو document litmus. دخلت على المكان اللي هو عايزه document litmus، لقيت قدامي الملفات، ادي store plan اللي هو قال عليه في السؤال ستور بلان جي بي جي. هختاره واقول له اوبن، فهتبص تلاقي الملف تم وضعه امام المرفقات، فقط ناقصني ان اعمل عمليه الارسال. دوست على سنت. السؤال رقم 42 بيقول اوبن ذا ايميل مسج، افتح الرساله بريد الكتروني واداني اسمها فروم ذا درافتس، من المسودات. رحت على المسودات وفتحت الرساله بدبل كليك. اند يوز ذا سبيل تشيكينج تول، عايزك تعمل استخدم اداه التدقيق الاملائي. ميك تشينجز، اعمل التغييرات لو كان ضروري. وبعد كده سند ذا مسج، ارسل الرساله. زي ما احنا شايفين ان في اداه اسمها سبيل تشيك، لو دوست عليها بيجي رسالة على طول في البرنامج ده يقول لك The spelling check is complete، خلاص التدقيق الإملائي تم، و 3 words corrected، وتم تغيير 3 كلمات. أنا هقول له أوكي. السؤال لم ينتهي لأن الانتهاء بضغطة إيه؟ send، فلازم أقول له send وخش على السؤال اللي بعده. في السؤال رقم 43 بيقول لي جو تو ذا انبوكس فولدر، روح للانبوكس. رحت للانبوكس وعايز اعمل فورورد للايميل مسج كونتيننج ذا سبجكت لاين، وعايزك تعمل اعاده توجيه للرساله التي تحتوي على العنوان كذا. اعاده توجيه يعني انا هبعت الرساله دي لشخص اخر،
انتر ذا ادريس، ادخل العنوان وامي اديني ايميل. And insert please mark your calendar، عايزني ادخل النص ده as the first line، كسطر اول. And send the message، حضرتك تقف على الرسالة لابد من التحديد، ثم هدوس على forward ومعناها اعادة التوجيه. لما دوست على فورورد هتلاحظ ان الرسالة اللي موجودة خانة التو ما فيهاش ايميل طبعا، لان انا هبعتها لشخص اخر، فلا بد ان انا اكتب الايميل اللي هو مدهوني في السؤال. وبعدما انتهيت من كتابة الايميل بيقول لي كمان عايز النص ده اكتبه كسطر اولاني. دي الرسالة الاوريجينال، دي الرسالة الاصلية، مبعوثة لي من فلان لمبعوثة لفلان يوم كذا وعنوانها كذا. انا هقف فوقيها في الفيرست لاين سواء قال او ما قالش، هقف فوقيها وابدأ اكتب الرسالة بتاعتي. طبعا بعدما انتهيت من كتابة الرسالة هدوس على زرار سند لارسالها. واحد يقول لي لو ما قاليش سند هدوس سند؟ اه طبعا، لان كلمة فورورد معناها لوحدها اعادة ارسال او اعادة توجيه، فلا بد ان انا ادوس ارسال عشان ينتهي السؤال. remove the date received heading، انا عايز اشيل العمود اللي اسمه تاريخ الاستلام، العمود ده عايز اشيله، مش عايزه يبقى ظاهر لي بس في الانبوكس. انا واقف في الانبوكس اهو وعايز اشيل العمود ده، هتخش على view ومنها اختار اعمده. لما تختار اعمده هيجيب لك كل الاعمده المتاحه واللي متعلم عليه صح ده اللي ظاهر. انا عايز اخفي date received، هضغط عليها ضغط عشان اشيل العلامه واقول له اوكي، لاحظ بعينك هتلاقيها اتشالت. السؤال رقم 45، flag the email message، قم بوضع اشاره from the فرونكا كذا كذا دوت كوم، انا عايز الايميل ده اهو، العنوان وكذا اهو، عايز اضع جنبي اشاره. الاشاره دي كاني انا بعلم رساله لنفسي عشان لما افتح الانبوكس اعرف ان دي مهمه. حضرتك هتيجي تحت عمود العلم ده جنب الرساله واضغط ضغط شمال فينتهي السؤال، تم وضع علم، يعني عملنا لها ايه؟ اشاره. سؤال 46، السؤال 46 عايز يعلم الرساله اللي اسمها كذا كانها ما اتقرتش. مارك ذا ايميل مسج وذ ذا سبجكت واديني العنوان از ان ريد، ادي الرساله عشان اعلمها كانها ما اتقرتش. طبعا هي رساله مقروءه، عرفت منين؟ الظرف مفتوح ولونها اسود، لكن لو انا حددتها ورحت على اديت هتلاقي فيها مارك از ان ريد. لما اخترناها الظرف اتقفل ولون الرساله بقى احمر، معناها انها كانها ما اتقرتش. السؤال رقم 47، عايز يعمل سورت. سورت يعني فرز، فرز في الانبوكس باستخدام السبجكت. حضرتك ادي العمود اللي اسمه سبجكت، اضغط ضغطه واحده على راس العمود ينتهي السؤال. بس عايزك تلاحظ بعينيك ان في سهم طالع لفوق، ده معناه ان هذا الترتيب تصاعدي. في سهم هنا طالع لفوق، ده معناه ان هذا الترتيب تصاعدي. لو طلب منك في الامتحان تخليه تنازلي اضغط ضغطه ثانيه فهتلاقي السهم بقى نازل لتحت، لكن لو ما طلبش خلاص سيبها بضغطه واحده وينتهي السؤال. السؤال 48، اعمل برنت بريفيو، اعمل معاينه ما قبل الطباعه للايميل مسج شير ديزاين، لرساله البريد الالكتروني شير ديزاين اللي موجوده في الاوت بوكس، وبقفل شاشه المعاينه. طبعا للاجابه على هذا السؤال لابد ان نذهب للاول بالمجلد اللي هو قال لي الرساله موجوده جواه، ولا بد ايضا ان انا افتح الرساله بدبل كليك. عشان اعمل معاينه ما قبل الطباعه اللي هو طلبها مني هخش على فايل واختار منه برنت بريفيو، معاينه ما قبل الطباعه. دي الشاشه الخاصه بالمعاينه، طلب مني ان اقفلها، هقوم اقفلها واقفل كمان الرساله عشان ما تفضلش معايا للسؤال اللي بعده من الاكس وينتهي السؤال. البعض بيخطئ وبيروح من قبل ما يفتح الرساله بيروح على فايل دي، لا احنا فايل اللي جوه الرساله، فايل اللي جوه الرساله لما تتفتح اختار منها برينت بريفيو، لكن فايل دي ما فيهاش برينت بريفيو، انا ده واقف بره خالص ماليش علاقه بالرساله. السؤال رقم 49، create an email folder، انشئ مجلد بريد الكتروني.
سميه بادجت. حضرتك عندك هنا اهوت اهو حضرتك عندك هنا اهو كلمه نيو فولدر مجلد جديد، لو ضغطت عليها هاجي في هذه الخانه واكتب الاسم اللي قال عليه ايا كان، وينتهي السؤال بضغطه اوكي عشان هتبص تلاقيه بقى موجود مع الفولدرز المجلدات في الناحيه اليسرى من الشاشه. اما اخر سؤال في الامتحان التجريبي بيقول create a new distribution mailing list، انشئ قائمه توزيع جديده named سميها offline marketing، include the following names عايزها تضم وتشمل الاسماء التاليه، وام اديني ثلاث اسماء. حضرتك عشان تعمل السؤال ده قدامك طريقه من اتنين، اما من فايل نيو ديستريبيوشن ليست اللي هي معناها قائمه التوزيع، او تخش من تولز مش تولز اللي في القوائم، تولز اللي في الادوات، وتختار منها ديستريبيوشن ليست. لما اختار ديستريبيوشن ليست ظهر هذا المربع قدامي، هكتب هنا الاسم اللي قال عليه اللي هو اوفلاين ماركتنج. بعدما انتهي من كتابة الاسم لابد ان انا ادوس على زرار create list. لما دوست على create list اتنشأت القائمة بالفعل، وانا واقف عليها كده لازم ادوس على اضافة عشان يبدأ يجيب لي الناس اللي اختار منهم، وقام مديني الاسماء اهي اتلاقيتها موجودة، اضغط على زرار control في الكيبورد وابدأ احدد الاشخاص اللي هم عايزهم بالترتيب، واقول له اوكي فينضاف الاشخاص، اقول له اوكي فينتهي السؤال. خد بالك لان من المحتمل ان يجي السؤال ده ما يقولكش create a new distribution mailing list، من الممكن ان يجي يقولك انا عايزك تضيف فلان للديستريبيوشن ليست اللي موجوده بالفعل اللي اسمها كذا. خطواتي برضو لو جاء السؤال ده بنفس الطريقة tools distribution list، لكن هستثني منها جزئية الإنشاء لأن هو بيقول لك ضيف لمجموعة موجودة، فأنا هقف عليها وأقول له إضافة واختار الشخص الجديد وليكن أحمد، وأقول له أوكي فيضاف الشخص الجديد، أقول له أوكي. يبقى عندك شكلين للسؤال ممكن ييجوا، إما إنك تنشئ مجموعة توزيع جديدة، طبعا مجموعة التوزيع دي فايدتها إن هي بتكون ضمة مجموعة من الأشخاص، فمثلا عايز أبعت رسالة لكل الأشخاص دي مرة واحدة، أقوم مختار الجروب ده المجموعة دي وأقوم بعت لهم الرسالة فتصل لكل الأشخاص على انفراد. بكده نكون خلصنا الامتحان التجريبي 50 سؤال باللغة الإنجليزية الخاص بمديول الإنترنت. بالتوفيق إن شاء الله.